هوية بريس. السيد ريس يعني في لقاء سابق السيد حميد شابط مع هوية بريس قال انه كيتمنى ان السيد ريس ازال يكون منتك مع نفسه ويعترف الساكنه ديال فاس بحصيلته اللي كما اشار لها انها حصلت من الدرجه الاولى. شو التعليق ديالك على انا التعليق ديالي انا تنقول للسي حميد شابط يحشم على وجهه، يحشم على عرضه، لانه ماشي حنا عندنا حصله في مدينه فاس، حنا عندنا حصيله حقيقيه. الحصله هي ديالو هو، تقطع عليه البزبوز، لان الفساد اللي كان تيمارس في مدينه فاس من 2003 حتى 2015 واللي جعل منه يعني المحافظه العقاريه معمره بالرسوم العقاريه، اكثر من 40 رسم عقاري في الاسم ديالو، في الاسم ديال التركه ديالو، والاموال الطائله اللي مشى عاش بها عامين وهو في اقامه اكثر من 5 نجوم وفاخره في تركيا. السي حميد شابط المشكل ديالو انه حس بحصله حقيقيه، لانه شنو هي الحصله ديالو؟ الحصله ديالو ان تقطع عليه الابتزاز والاسترزاق والبلطجه السياسيه التي كانوا يمارسوها في فاس. وانا تنقول ليه فواسع عقوبك السي حميد شابط، وما يمكنش يعاودوا، لان فاس شدت طريق المعقول، شدت طريق القانون، شدت طريق المؤسسات. السي شابط هو الشخص ديال 10%، كل حاجه ما تدوز حتى تخلص. فلذلك خصو كان فيه قله الحياء، واحد القله، واحد شويه ديال المنطق اللي تيتكلم هو على المنطق، كان خصو يغبر من فاس. صافي، الناس في 2015 اش بغيتي؟ انت تقول عندك حصيله من 2003 ل 2015، خرجوا فواسه 76% صوتت على حزب العداله والتنميه، انت ما بنتيش كاع، جراو عليك بالتصويت، ودابا تجي تحلف امك. لذلك فالحصله الحقيقيه هي الحصله ديالو في 2003، وغاد تعاود ليه الحصله ان شاء الله الرحمن الرحيم يوم 8 شتنبر الاربعاء المقبل، ملي غادي يخرجوا الناس ديال فاس وغادي يصوتوا على العداله والتنميه، يصوتوا على الاكمال ديال الاصلاح، ويصوتوا على احقاق الحق، وعلى يصوتوا على المؤسسات، ويصوتوا على النهايه، ويعاقبوا الفساد الانتخابي، ويعاقبوا البلطجه الانتخابيه.